الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. كتاب الفرائض دائما مغنيتي أخواني، يعني هذا شرحتي أخواني، بس يمكن دبروا كتاب مغني زور مفصل للفرائض، كان زور باشا لو أني زور الفرائض شرح منهج مهم تربية قواعد زور تريد جاية ما أخوانين ومتعودة زور باشي كاية إن شاء الله متوانين استفادين لكم. كتاب الفرائض، فرائض يعني شيء جمع فريضية، أي مسائل قسمة المواريث باشا هو تفسيرك، يعني كتاب مسائلك باشا، مسائل جمع مسألية، مسألة بوأرين حيث يجنفر مردوة دينا من فرسية على أعمى مثلا جنيتي هي ودوكشي هي وكريتي هي وأوي باوتي هي ودايتي هي وقل إستفاجوا البوضع شكل أعوك لواء أو مسألة يعني محل سؤال أما جيجي فرسية عن المسلحي كرتو جاد يعني إما خزاران مسألة لواء منه، يعني منظور بما كان من كتابي فرائض، يعني أما كتابي مسائل يكا كأو مسائل مربوطة بدابش كردني مواريث، مواريث جمع ميراثة، يعني أو ما ترك أويك لا مردوبة جي أمين ديارة أويك لا مردوبة جي أمين ردوا إيش إخواني تنها ماونية دارة إنسر ودنية بلكو مختصاتة حقوقاتة وأموالة سيفشتة مختصات دي حقوق وأموال مختصات وكوي كابرا كوي مردوه تانجيه كيبوه قبلا راني فيه كردوه تانجيه لشرعة بمال حسيونية ولي أقر كابرا من تانجيه غنادا ما كابرا يتي بيقانا هلكو رقي خوي أيبا من عبقاني خوي أبريد متواجبين يا تفعلا كابرا مرد مثل تفعلكي نابا نقوشتو إنه كيتر بيجن جاقو تفعلا معونية مختصات اختصاصي بوه يعني. أم جارة بو حقوق كابرا كاتي خوي مثلا حقي بلا يتي قوبوا مثلا كاسي كاتوا شالي أوي أثلا معاملة ده حقي خياري بوا فاشا معاملة كان كردوا سيروش حقي فشيماني دانهوا لبيني خوي ولبيني ثلاثي مقابلك يا أقل وقتي خوي بلا سيروشك بمري حقكي منتقل بوارثكي أم جاء بوارثكي يتي أو حق رعاك فشيمانو بها فشيمانو نبي متواجبين أو حقوقه أموالي جاء له فور مال ومر مالات وأنك بجيئوه جاء أو فريضيا كأما بوجوه مطمئن أي مسائلي بويب مسائل شن كتابة كريتة بسيطة يعني كتاب مسائل قسمة المواريث أو جمع فريضتين يعني فرائض خوي جمع فريضيا فريضة بالوزن فعيلية ونبي معنى مفروضة مفروضة مقدر كريال عربي بعيد بمعنى مفعولة يعني كي مفروضة أي مقدرتين مفروضة بمعنى مقدرة يتيق لمعنى كان لفظ فرض بمعنى تقدير تقدير يعني أن ذكرت باشا باشا بو مثلا ما بو مسألك مربوط بدابش كردني موارثة بو بو أمين فريضة وفريضة بمعنى مفروضة وبمعنى مقدرة به شرفت يتي هيا على اللي ما فيها لبر أوشتيك لمسائل كذا هيا باش أوشتك لمسائل كذا هيا فيها من السهام المقدرة لسهام معلوم كراو مثلا كجأوني يكويو قرأوني يكويو باوغوني يكويو دايقوني يكويو أو أنا هم سبي مقدرة به جنأوني يكويو ميردأوني يكويو ها أو أنا سياري مقدرية حالبي جاب لبرأوة كمسألك أو سهم مقدرانيك يا أبعادك تلك حياتي نادي ذكير يا متواجبي مثلا ممكنة توجيهاتك تربية ويسلم فريضة لو مسألة ذا شندا نشتيك يا مثلا تولي باسي عدد أكي باسي نسب أكي فتواي لبارو أدي متواجبي أم شتانا كمربوط بو مسألة فقد شو جنبي سهمكان لنزل أجري يعني لنا وزارية
لناو جزاري علم كلا أو جنبه لنظر أجري كجنبه سهم دياري كلا وكان بوه ناوي علم كان علم فرائض أين أخو لو علم لو كتبا بس حساب شكري بس عدد أكري وايا لروان حسابي هو بس نسب أكري بس فتوى أكري كسي لهم يعني وكو هي ناو نادر كتبا كتاب السهام المقدرة أما كتبك بحثي سهم دياري كلا وكانك يتر كانت جنب كانت نادي لكي لا وبيرة فغلبت على غيرها باشا يتر سهام مقدرة لنا وجزاري كتابك دا تغذيب دلا وبسر غيري خويا بسر غيري سهام مقدرة دا وتمثل حساب من دخيل نكرد وبنا وجزاري مثلا ببوني علم حساب ببوني عدده ناوي كتابك جوانك يتر اليقين بزن بزن كتابي فرائك متواجبين بلا تقريبا تسمية كل باسم جزء كل كاعشن أم علمي كأم بوردي برشة تناباتي فرائي ومية باسي مسائلة كتري شيء بلا مشوثن يا ناوي يعني مسائل ناوي يعني فرائي بعلمي كباسي غيري فرائي ليش أكا فزي ما كلياتك ما هي كلية غير لمردي بحث كاركي أو كلية ناو جزاري ما انكردوها بناوي جزئك أو كل معنى ناو جزاري كردوها بيتيك لا جزء كاني باشا بو أولا يجعلني واشا إشاري فيها كاموة ألا وإنما اختصر المصنف في ترجمة على الفرائضي باشا نوكو مصنف اختصارك للترجمة ترجمة يعني سرتيتر لأردا لسرتيتر كتابك يا لسر فرائض هرد كتاب الفرائضي لأنه أراد بها مسائل قسمة المواريث كما قدرته شاكا شن إرادي كردوة مصنف بشي بفرائضك يعني منزوري أو بفرائضك شي إرادة كردوة مسائل قسمة المواريث مسائل كمربوط بدابش كردني ميراتي كان كما قدرته ومن مقدر مكر وسم كتاب الفرائضي أي كتاب مسائل قسمة المواريث متواجبين؟ كصفة أو مسائل واية الصادقة بالفرض والتعصيب شاكا كصدق فياءك بفرض وتعصيب يا عين ختمتك أو الصادقة إخوانا لو أو ختمة موارثة باشا صدق فياءك بفرض وتعصيب مثلا ألين لا بس لا إخواني ألين وارث يا بفرض إرتبا يا بتعصيب أجل ألين بفرض إرتبا يعني فرض يعني سهمي مقدر يعني خلا بو دياري كل وش اللي أقوله لا قرآن يا لا حديث بو دياري وك وسهم يونيه هذا جنب فرض إرتبا فرض يعني بسهمي دياري كلا وين مقدر كلا فأجل ميرتك من عريضة يجهش مبا أجل ميرتك من عريضة يكشوار مبا باشا ولم برا بتعصيب إرتبا بتعصيب يعني عصبة عصيب يعني تيواندي رجيان بيكوهايا باشا يعني لقل او مردوالا برايك رجيان بيكوهايا وبشتيك يعني قطوه جالد ويا ايسوانين لفظي عصبا عصبا جمعا وكو ساحرة شون جمع ساحرة عصبا جمع عصيبا عصيب مشتق لعصابة عصابة بعمامة علينا وكشون عبا أمام فارجيك أبيتري بدوري كلاوة لسرسر ماني عبي لبابر ذني كلاوك يا لويك آسي بيك بسر ما وقر ما بسر بقى باشا أو براو مامو آمو زاوشتيشا لدوري إنسانك أعوين آبو جورا حفظي أكن لو روان جو أويك لفشتو كيوان ديب إنسانو بي وكو برا برازا ماما آمو زا فمعنى يجن شيء يجن عصبة حالذي يتر أمانة بصرف إرزناوان يجي خوابه دياري كردواتن بلقو يعني سهمي بلا شوء ها أو نببا يتحقني يلو وزيات الوزي بلقو بتعصيب إرسوا مثلا أقل كابرايا كيبو كابرايا باو كيبو مثلا أقل هيك أو نفروا باو كيبو بلا مردوا أقل هيك كسي ترينيو باو كهامو إرسك أوا ولي أقل وارث يتر لكارابي لدريانا وكو كريق وكو كشيق وكو دايتيق إرسي أوانا أدريه أقر قرب بي لأرادة
مثلا باوكاش كأوجه بفرض هم باوك هم بفرض إن سوا هم بتحسيب إن سوا هم بفرض وما تحسيبش إن سوا هم بس يجوا إن سوا مثلا باوك عصبية أجر هيك كتير نبي عصبية هم مصر وتكا أبرد باوكك باشا ولا باوكك أجر كرتي بذي أجر مردوكا كرتي بذي باوكك أبي بشي أبي بفرض يكش شو ميتي أدي مثلا حالبين كواتا ليوانية مثلا يا برا يسبرا حميشا بتحسين السوا أجر وارثي مقدم تلبي بس أجر مردوكا كرتي بذي أهر إيدنا ولا أجر كريناوي كريناوي وباوكي شيناوي حالبين كرزاي شيناوي كريناوي كرزاي نير كوريناوي كورازاي نيريناوي باوكي شيناوي امبرا ايرسابا ولي اذا كسرت الساحه وفرض بلا او بشي خويا بابا فرضك خرشي ما وايدين با اوضع حسب تحصيل نسيب الدواء يعني اذا قال اوجدا كما تحصيل انت شبري ولي اري موثمانا كتاب الفرائضي لما نجم مثلا كتاب الفرائضي والحصائدي وكو بفرض زكاة وصاميه فريضا زين بأوشك بتعصيبه دين بيجن عصيبة مثلا جواب ودانين بيجن كتاب الفرائوي والعصائبي نمانوت بو نمانوت ولا إرادة للتقريبي حالبي أم إرادة للتقريبية أبيت عدد واقتصارا نوتي إنما اقتصر المصنف باشا لبركي اقتصارك التي اقتصارك تغليب يعني ويستي فرض بل تغليب بدا بسر تعصيبه خالد يعني فرض يبقى مهم تردعنا كانما ناوكي كربناوي فرض او ترينادي دك او ساده فرضيه اكثر من تركه نبي طالبا قسمتي مواريث صادقه من فرض ما تعصيبش يعني بهالك هذه والفرض لغه التقدير فرض للغه بمعنى تقديره يعني اندازه قرتن يا الناس معلوم كردن باشا اويكن لما ناتني قال تعالى اخوة تعالى لموردي ما رئي جنانوا فرميتي فنصف ما فرغتوا اي قدرتم بس اواك عليه اقر جناكا برلويكا تماسي جنسي لقلب قري جابوا لوليك لقلب جناكا وقبلني ما رئي تنبو قرار قرتبو او فنصف ما بيني فعليكم لسر ايه ويتياوه بو اوجنا اتشيله دفعوا نصف ما فرضتوا عليكم شي نصف او دفعك شبيه دفعك عليكم دفعوا نصف ما فرضتوا باشا لسر ايه ويا ترداختي نيوي اويك قدرتم قرارت عن تبدو اوي فذلك بقى فرض ما لا تقديره خالب بلا مثلا اقل هزار من ابو قرار كبزهو وقت يكبر لسماسي جنسي طلاق الله ليجابونه فرصت من يفعل ها الشاهد هو فرض من هاي تقديره وأتى بمعنى القطع وهر لفظ فرض بمعنى قطع شاتوه قطع جنيه لأن شهر مناسبة هو أول شن إما لو معلو سروتا قسمته ليه قطع كين دي هاو أبرين أين دو وارثة فرض مناسبة قطع عمر وكو مثلا نصيبا مفروضا باشا أي مقطوعا محدودا فاشا يعني قطع كراوه يعني أنا زيك بوجه كراوته قطع إلى سرناوه محدودة يعني مش هو حق إلى سرناوه يعني قطع إلى سرناوه محدود كذوه وبمعنى الإنزالي أما سيران يعني فر هرب معنى إنزالي لنازل كرناتوه قال تعالى قال إن الذي فرض عليك القرآن فراسي أو كفيك قرآن نازل كردوه تفكرتوه خطابة في أغنبانة دروجي قائلة سنبيع كواتت ما شاكا فرلاني أنزل أي أنزله أما سي وبمعنى التبيين هل هذا ما نيرون كردنا ويش هاتوا باشا وكوشي ما نيرون كردنا قال تعالى قد فرل الله لكم كحلة أيمانكم خواي قولا روني كردنا وبو إيوا كردنا ويش وينكان تعم يعني اگر سوين يكتان خوار بس سوين خواردن ريقي انجامي كاري خيطان خيطان لخوابري حال الكاري كخير هيا سوين خواردوه نيكي او كيف بغانه بي شون سوين خواردوه نايكم اگر او خوابوي بيان كردن كا
كأيوة شون تحيلاني كردنوا مثلا بابي كفحينة شون أو سنان إخوتان بكناوا خلوش عام بالنوي مثلا كاركا أكلوا كفارتي شوانا كأجل كآياتها شوبوا كفارتي شوانا داشا أي بيّن وبمعنى الإحلالي هلوها صرد منا حلال كردناتو كمنا ينجمع. قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له باشا لسر في غنبر درودي خايلة تربية إيش حرج يقنية يعني عيب إيراد نقد يقنية لسر في غنبر درودي خايلة تربية فيما لو اشتدى كخوا بوي حلال كردوه بوي فرض كردوه يعني بوي حلال كردوه وقت بوي حلال كردوه نوشني بذي باحل غربي خالبي وبمعنى الأوائل وبمعنى العطاء فرضنا عطاء شاتوا تقول عرب عربنا أخوانا علينا لا أصبت منه فرلا ولا قرا شاكا لفلان كسو نفرض دسكوتو نقر يعني اشتبه قرض نامي بفرض جاني لابا بخشش جني يعني فرض قرض وانا قرض فرض لكن جبوش ما نجي عالمي جاء باشين يوشك ما كان جابين أبو جاني جاء فرمي ديارة لفظي فرض وكباس ما انترب شش معناها تبو أفرمي ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعان ستة لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقتطعة يا مقتطعة والعطاء المجرد وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه وإحلاله وإنزاله سمي بذلك كرجتي أول ضلع علم فرائض فدرس الذي فرها تبهرشش معناك بوشش معناك وتبه وعلم فرائض المشتملة بس هرشش معناك مو شن معنى أول كيايا على اللي ما فيه لبنويك لفرلا هيا يعني لعلم فرائضها هيا من السهام المقدرة لسهام مقدرة كوثمان فرض بمعنى تقديرة فبو معنى مناسبة أم جاء المعنى دو معنى قطع بو مقادير مقادير جمع مقدار المقدار قال مقتطعة شو شرق كريا باش باش كريا عربي قطع كريا أول شيء كيايا كمعنى قطع وهذا عطاي مجرد باشا والعطاء المجرد يعني مثلا بخشندقي كبخشندقي كي روت يعني بدنيا وكفرس كرياني أولي مثلا لا هناني لا إيسا واختواها مثلا ببيع وكسهمة بودياري كرامي وكو بعصبة سهمة بودياري كرامي بشي أدن فهذا هو عطاء شيء تياني أصلا عطاء تياني خوي هذا خوي بخشينك خدائية إكابراء كسكي أمريه عربي وكل نعمتي غير مترقبة أرجو من يعيدني بلا ذي بيقيدو أم ذا تبيين إخوابه كل وارث نصيبه آخر معنى أكيد الله معنى كان فرضنا تبيين بو ديلا مثلا فرائزي جا تبيين بيان كردني إخواه هيا بو هر وارثي كيبو بيان كردوه نصيبه كيبو بيان كردوه وهر وهو إحلاله إحلال إخواه يعني إخواه سهماني حلال كردوه أم ذا إنزاله لا أصلا نظري كرد إخواله قرآن يقول نظره لبرهم أمانة لو لما كان تأم أمجوابه سمي بذلك إذا أمجى علم فرائضنا وبلا بوكا وثمان علم الفرائض عالمين أما هو وشرعا هنا نصي أما تايسم معناي لغوي فرض بوايا معناي لغوي فرض أما لشرعتي معنى إصلاحك وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث باشا وشرب شرع ليندا فرض نصيبك دياري كلا والروان جاي شرعه بوارث أو نصيب دياري كلا فرض بوارث بسهمك دياري كلا وعلن بوارث أو كخواب دياري كلا تباشا أمر الدين سر أو بشد دليل بالغيب يعني كان بس فرائز كان شد دليل بالغيب هي بو أو كعيد فرائز يا أو فرزاني كأمة أيدين بوارث مشروع به دليل مشروعيات عند دليل شعيبونك كأجل باسكا على اللغة أصل بكارهن أصل كان معناه هيك معناه كاني بمعناه دليل
هيكي لمعنى كاني أصول ما أنا على أصول الثقة أصول جميع أصلا يعني دليل كاني الثقة حالبين درش عليه والأصل يعني والدليل ضل والأصل في الفرائض آيات المواريث والأخبار الآتية وأصل الفرائض ذا أو آيتان كالسورين سعدا مربوط بمواريث يعني مربوط بإرثة شاكة وهروها أو خبرانية يعني أو حديثانية كلمة بدوادية كم بوتان شوية الموضوع وكوشي وكو خبري صحيحين في أغنبار جمجو خاصة فرميتي ألحق الفرائض بأهلها باشا يعني بقيل فرائض فرائض كان يعني سهم كان سهم دياري كرا وكان بقيل ملحقا بأهل خويا وبأهل أو سهمانا يعني هركز هر سهميك يكذا ديداني حالبي دواي اوي كسهما كانت ان فرداخت كر امر اگر شتيه ما وشي ليبكين فما بقيه انجا دواي اوي هر شي ما يوا فما بقيه يعني هر شي ما يوا لين بكي وفلي اولى رجل ذكري حالبي بون نزيك ترين بياوة كمعمولا بياوكا رجل هين يرينا باشا ولا تذكر كي بالقناه ناوى وكبوة تأكيد يقرب الرجلك أيوين لجواء يفاعد ذكر شيء يعني بوا بياو بوا نذكرين بياو ليرا ممكن أن تكون نزاني أوشونا لو عني توبلا إذا باشا وارث الكذبو إما أو معلق وهيكينا أو نبشي دا باشا كين أما شونا مينتو بيين بو حالبين لشونا كابرين كبير مثلا كابرايك بلين پیاوه مردوه مثلا باشا ام پیاوه که مردوه تنیا خوشکی هی خوب خوشکی هی مثلا نگل مامه یک خوشکی نیوه سروته که یکی فز مالکه اکریه بدو باشو یعنی مثلا که ایمه لدوه باشا یکی اگل دوه حقی خوشکی هی او این تی یکی که تر امینیتو مثلا فشقی لو مامه یک استعین زکتری نیه ایدین دو يا برأي فيها يعني، أبدا أقبل رأي بينا لو خشكاوة أو شنو متعصب وجهها، فقط أنا مثالي خل صحيح، حاربي، مثلا وجهه اللي قال هنا، أو كيفيرن، أو خشكوا معنا، يا خشكوا برازاي فيها، اللي قال معميك، خشكوا برازاي كوا معميك، هم خشكاني ويسر وتكي مثلا كنا دوا، نيو فيكيرن ببرازاك، شن برازاك النزيك كل معمك يعني، إذا معمك بيرجع بيني. كنف لي أولى أولى يعني أقرب فلي أولى رجل حاربي فلي أولى رجل ذكري ممكن أكثر لي رافر سبع شبرا هو الرجل كوتي الرجل رجل يعني يرينا إذا أم ذكري بو شيء ذكر في وليلا فائدة كثيرة فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد الرجل أجر أم في السيارة كلي وبوت لي باشا فائدين ناود بردكر ذني ذكر لدواء الرجل وشيا أجيبه جواب ذلك بأنه للتأكيد باشا جواب ذلك وبو تأكيد باشا جابوا تأكيدا هو تأكيد يجبه فائدة نية فائدة تأكيدية ولا لألا يتوهم أنه مقابل للصبي حاربين كوهمي أو نبري كمنزولي إما بالرجل يا منزولي تيغنبر بالرجل دولة يقال سربية الرجل مقابل صبية صبياني نابالغ شن اگر او ذهن اعواطشي حتى اگر كابرايك بمري وهو مثال من هنا من خشكي كي ببي برازايك بي لقل ماميكا مثل برازاكي من عرضي حالبي على حديثك في عمر فلي اولى فلي اولى رجل باشا وانا تكترين فياو اخو اما فياو نيا من عرض فاز مادام كفياو هنا يدين من عرض يدين من عرضك حالبي وانيك عليه فلي اولى رجل ذكرين بذكر كدري خاك منزول للرجل نيريني حالبي نقبع له هنا بعضه ما ترحني عليه لا هوا هاي سمت واجبين هذا هو فائدك أجر أو رجلا ذكر مثلا ذكرك إلى قلب ولا أوه ما أشوف بل المراد أنه مقابل أنثى بلكم بس أويك منزول يمن الرجل مقابل أنثايا حالبي يعني مقابل مؤنثة منزول أويك لأولى الرجل رجل رجل يعني نيري برابري ليه ما منزوله؟ لا إن كان منزور من
مثلا نيريني بعلغ بها أخي الرجل نيريني بعلغ ولا للرجل إيرادين نيريني بعلغ نكراوا حالبي أي باش ممكن كسي قبله أعواب ويا باش تلبو أي جابون يود فلي أولى ذكري وانيا أخي الرجل كين نمستعي أبدا فلي أولى ذكري يعني قول نزكت نيرينا نزكترين نيرينا أعواب تاتي أبو أجي فإن قيل الذي اقتصر على ذكر الرجل كفى فما فعل ذكر الرجل معه فإن قيل الذي اقتصر على ذكر شاكا أو ذكر الرجل واشتباه متوجب يا رمسي أو هي والرجل هي انت شو نحن لو اقتصر على ذكر رجل هي أو اشتباه متواجبين فلما أو عبارة أو فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فاشا أجر اقتصار اقتصاري كرداية سر ذكر كفاية يكل أيوايا يعني هذا ذكر كجيب جيب أو يكتور تناوي من منظور مقابلي منظور نيرينة ومقابلي مين منظورة تأيت الرجل قيل لو تاهر ذكر قيل لو تاهر حال الأمر أو سؤال أدرس به يعني أو إما لوا جاءوا من كذو كفائدة ذكري ذكر شيء أم ذا فائدة الرجل شيء لحالة كان ذكرك أخوي أو معناه كما بس أيديان يتر فائدة الرجل شيء عليه فإن قيل بلى فإن قيل لو اختصر يعني أجر مصنف أجر حديث كان يعني في غمر درودي قال سربين لا فرمو ذكر إخوي اقتصاري كلا على ذكرين باشا لا ذكر أو كفى كفاياتي أكن فما فائدة ذكر الرجل معه فائدة ذكر الرجل لقال ذكرها شيا هو أمشي لقال هناوى حارب وجيب بأنه لا يتوهم أنه عام مخصوص حارب الله جواب كان وادع وتوى وادع وابدلا وتوى بو أوي أقر ذكر ذكر كريائي ويا نزاني أما عامة ولأم عامة داري مخصصة يعني اشتيك زي مثلا نيا على ذكر باشا ذكر عام بو مناوي شو بو بالغيش شاكا لوانية مثلا توتشا ورواني او ابقي الرنغة فرموديكي تري في غنبر ببي صلى الله عليه وسلم كأو فرموديا لفزيكي تيابي كأم ذكرك عامة خاصك خاصك بلايك يعني حالبي وهمي وابرة بخبار رميها ما عامة شن بتايبتينية احتوالي او عاماني كالنصوصة هي اكثرا تخصيصا غيرها اخر علي قاعدتي اصولي قاعدين علي وما من عام الا وقد خص منه البعض يعني هيج عام يغنية مجر او عامة بعدتي لي استثناء كراوة ليه جاء كراوة ليه خاص كراوة حالبي ليه لواشا بفي أو قاعدة شمكرحة لوانيه أو وهمة ببداية بيانو تايا أم ذكر عامي مخصوصة ولا إذا كان ذكرك أن نقول رجلك هناوا حالبي ذكرك بيان رجلك يكردوا در أكويك إذا ذكر بو بيان الرجل هاتوا لا إنك بقصتي عمومية هاو ذاريو تاتو انتظاري أو سياشي كمخصصة بو فيابكي عربي كواتب فائدة أوج أويا فائدة رجلك بل لألا يتوهم أنه مقابل أجيب بأنه لا يتوهم أنه عام مخصوص أو أشياء لألا يتوهم به أوج اشتباهي حربي لألا يتوهم لي أنه عام مخصوص هي أشياء موسية أجيب بأنه لا يتوهم أنه عام مخصوصا بلى لا يتوهم هذه أوابي لأن لا به باشا لأن لا يتوهم أنه عام مخصوص مش كان يقول فاسمع شاكا عايزك أو بجواني أو حديثين كذوب يا بوجود الله قاعد زي ما خيري بعد صياح هذه تكاني أما أم جايك أو مثلا كذوب أما حديثك بو دليل بو نسأل أوك
بله إرزا بشكردن مشروع أو هي على جاء مجرباسي إرث جاهليئك على وكان في الجاهلية مواريث كانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار خالدي لجاهلية جورهاي إرزدان بو إرث بدري مواريث يعني جورهاي نوع أنواع إرزدان بو مثلا أما عادة يعني رجال يعني موارد حسا وكر نفسنا يعني جن وارد نبو إرث بشن ندرزا وكان بلا دون النساء والكبار دون الصغار إرث يعني دا بقورة لا أنا دا بصغار بمنع حال ببالغ يعني نهدا ببالغ يعني دا بمنعو يعني نهدا متواجمين وكانوا يجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة وبو جربوا قرار يعني دا بشيجن أنو ساميجن هل أونيك انفاق بكر يتسر أو جنة يعني خارجي أو جنة بكي أشري لتي بكي أشري لمالي مير ذكي لمالي مير شنية ما تيب دين سنة يعني سامي أو جنة لا إرسي دواي أو كمير ذكي بمري هر نبو كسالي لمالي مير ذكي بخير ذكي عارضي إرسي نابر هاو نفقي سالي بلا وكانوا يجعلون حظ الزوجة حظ يعني سام أن ينفق عليها أمك إنفاق كنسر أو جنة مما للزوجي لما لزوجك سنة ويورثون الأخ شاكا زوجة أخيه ويجي جدلة إرتكاني أوان جني برايا أداب برا يعني كو برا كالمدوش أنه بئيلة متوع بري يعني يتروك متوع شون هو عام بزنا من مثلا وكسا كم مردوة أما ببنا بري أو شيء مكا كم مردوة يتريها بفلان بلا بلو أما شنكا هيبنا جاء مشكلة هو بخرج نما شيرين واي عربي إذا أم بئر تبراد خوي نية الله يكتر شو هذا يكتر وشي مارينا هكذا وكان في ابتداء الإسلام بالحلف والنصرة وإذا زبردن لسرتاي إسلام وين تعز إسلام هاتبو آلاو بحلف نصره حلف يعني فيمان بس سنين يعني كخوار حلف يعني سوين مثلا دو نفر يا دو تايفة سنين يعني كخوار ك فاشتوان يقبن وكما مقبى يقبن بو حلف نصرته أبون بوارثية إذا كان يقول أبو كاما مثلا نسبيتي أنا سبينية أما الأول وابو فيقول ذمتي ذمتك كريثني وأريثك كي أود فرخ معنية ذمي مني ذمي تويا أقا مردم تو إرثم لي أبي أقا توج مردم من إرثم لي أبي حالبي إشكالا يخوى ثم نسخ يعني أمن وعائلة بدنا على مشيوان نسخ وبو مشي هات الواية وفتوارثوا بالإسلام إرث يعني بإسلامه يعني كذا مثلا من مسلمان فج مسلماني فج من مردم تو إرث لمن أبي توج مردم من إرث ليه أبي حالبي أما أول مردين تاي والهجرة دي بهي جناتيش هذا هرفا مسلمان مسلمي مهاجري يعني مسلمة كبه تنيا كافين أبو ومسلمي مهاجر بوعي من كمسلمي مهاجر وتوج مسلمي مهاجري حالبي فازير لواني إسلام كش أقول هو مثلاً مهاجر لقبل أنصاره واني إسلام بإسلام وبهجرة ثم نسخ أبي نسخ وبوه أمره إنس بري بإسلام وبهجرة نب حالبي وكان أما توابوا وكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين وظلام وصية كردن بوالدين يعني بوالكو دائق ونزيكان واجب وعشي وصية هالموقف مثلا تو إن سكت بات واجب ويكا لقل مثلا منا كمسلمان باشا بات واجب ويكا لقل منا ما حاق سبوين هالكوان مسلمان بوين قرارا إستكمان بيك ببري شاكا أجر توب مرداتي إستكت توب ملومي بذا إستكت مبتوب لولا وباوكو دايكو أواني كنزيك بون بيا باش أمانو مثلا لماري من كأمر جم باشا لما القرآن واجبي كر كأشياء من شي بكم وصيات بكم يعني برمبناي وصيات مقدار لو داري وسلوتي خوما دانين بو باوكو دايك مبو نزيكا كان عربي جاء أجر مردم برا مسلمانا كم أو تريبا إيز مريك أعوابوا عايزة متواجبوين ثم نسخ باشا فاشا نسخ بو أميشا بآيتي المواريث آية الشتاء التي في أول النساء وآية الصيف التي في آخرها فاشا نوان نسخ بو
بدو آيات كلام وردي مواريث وهاتوا كآيات كان شتائية يعني زمسان نازل بوا ولا أول سورين تاوي وآيات كان هاوينية صيفية يعني هاوين نازل بوا لآخر سورين تاوي أو دو آيات وايان كرت كإرزبري بإسلام وبهجرة وهروها وجوبي وصيات نسخة ببيتها يعني يتر أمزال إرزبري بإسلام وبهجرة نية يك وصيتي السنة يتر واجبني مستحبة مستحبة يا إسلام أما أول فلما نزلت وقت كنازل بو يعني آية صيفية كبرينية آية نسائية قال صلى الله عليه وسلم آية شتائية للنساء إن الله أعطى كل ذي حق حقه أواخلا بخشي بهر ساحر حقي حقي خوي ألا أقدار بن لا وصية لوارثي وصية بوارثني باوكو دائم كوارث ناري وصية مبكي متواجبين؟ حقا مشخصة أبكا سيغ هي لباريها نوى لعزي قبل آية وصية نسخ نبوته أما بو كثيك بلان محدود وبوته لاني شون مثلا كثيك باوكو دايكي اختلافي دينيان ببيه لقلي مثلا باوكو دايكي مسيحي بن يهودي بن خوي مسلمان بيه باوكو دايكي ارتيلينا بن لبرا وكي اختلافي دينيان شون ارتيلينا بن صلي رحم اختزاءك او باوكو دايكا يا او اقربينا وانا اقرب بلا قرائب اقرب الاقربان كلين زيكن او انا سيلي الرحيم واقصدك كامرزن او شي كان في ببري جا وصيتك كان بو اكبر مبناي وصيتك بشيان دين وصيتك اتبع اذنا يعني دائما شافعي افرني رحمة اخواني اللي بيظلم آياتا نسخ ونبوة ولا ينسجنا ولا محدود وبوة يعني اقر لو برواجب وصيتك ابو اقربين ابو والدين لتهر حال ابوائي برام دواي اوها أما هاتت آراءه لوقتك وصية بو باوكو دايكو أقربين أرضشيه كوارث نفل وفي غمبر جاني درجة خانسة فرويتي ألا لا وصية لوارث وصية بوارثني زماني كأجر باوك لقل قر لقل منال اختلافي ديني بو فزيتي وارثني فز وصية برأمنا هي نافية ألا لا وصية لوارثي هاتي وانا سيد واجبين وصية موك هاتي وانا سيد واجبين شو وصية موك واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها وتعلمها يعني خبر قل حديث قل مشهور شهرت يعني تياكر دوا بربلاون لسر أمك تشويقي خلقة لسر تعليم لسر فيركر ديني فرائز يعني أو كثانك فرائز زان فيري خلقي كان ولسر تعلمي فرائز شاتا ستفيربوني فرائز لا أوكسانيك أي زان فرائز فيربين منها يتيق لو حديثنا أمين تعلم الفرائض وعلموه يعني علم الفرائض مزلوه وين وعلموها حالبين فرمويتي إيوة فرائز فيربين فاشا وعلموها وفيري خلقي فيك علموه يوتا نبدأ وهي كي نبرد بفرائزك أبو علمي فرائزي بردته خالبي أما والرؤية أها وعلموها هي الفرائض وعلموه الناس دوما يا علموه الناس سيري خلقي شي كان بوشي في غمبنا فربي بوشي شن فإني شن براسي من امرؤ فإني امرؤ مقبوض شن من إنسانكم قبض روحك لي يعني أتي أتريم وأخوة أنباته حالبي قبض الروح كريم وإن العلم سيقبض وعلمش مقبول يعني علمش أتي أتريته فتايب أقول أو علمي فرائزة وتظهر الفتن وفتن كان أعجى وكان زور ظاهر أبن أعجى ودي تعالى والد حتى يختلف اثنان في الفريضة تاواي دي دو نفر لفريضيك ذاك أي أما أي كذي أنا كذي أشني كذي أشني ناكذي عربي ليه أنا بيبك يشاء فلا يزيدان من يقضي بينهما أم لا أجر أو لا أجر أم ذيك أو شارك كثي كان ذا ناكذي كقزاوة كان بيننا يجي أتكذي يا ناتكذي يا تؤعونك كذي وتؤعونك كذي متواجبين رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي
وقال تفرد به حفص بن عمر وبيهقي وكذي ولا كان يحفص كرن عمر عن حديث الرواية كذا وليس بالقوي حفص كرن عمر قويني. قال الماوردي وإنما حفصهم على تعلمه لقرب عهدهم بغير هذا التوارثي أي وهو التوارث المتقدم بويا تشويق يعني كذا ماوردي وعيسى بويا في غنبال تشويق يعني كذا تتعلم علم فرائض لبرو الزماني أو النزيق بوا بغير أم توارثه أم توارثه كقرآن يجاتي ها توارث بحلف ونصرات زي توارث بإسلام وبهجرة أو نوع توارثه نبوه خلقي فيه لأم توارثه تكذوا النكا أو تنهى الذي هني أنا أبي أشند وعي توارث بوي تنبكا حالبين أي وهو التوارث المتقدم كوتبا. واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام فإنه نصف العلم أو شيك عليه فرائض نيوع علم على أقوالي يعني تنين قول لو مورد لها هي جواب يسين يلا ها؟ زوالة به موفر بيش